هكذا نهني جميع الأخوة الفائزين بأيضا الفائزين في الأشواط أيضا الماضية، ونذكر بصاحبة التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة نوايد صاحبة الشوط الرئيسي لعلي بن محمد العويسي بدقيقتين وخمس ثواني بدون أي أوامر. هكذا نجدد لكم التحية مع تجدد انطلاقات أشواط هذا اليوم يسير على البركة، شوطنا الخامس والذي خصص لفئة الإبكار مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة الأولى، وهذه هي صوغة عيسى بن حمد بن بادي الغفلي على الصدارة الأولى. بينما في المركز الثاني أرى الوصول، أرى القدوم من مخلاب علي بن محمد العويسي، بينما في المركز الثالث المتدخلة من الزاوية اليمنى هذه هي العشوش علي بن سالم أو علي بن سعيد بن سالم الرميثي، بينما في المركز الرابع هذه تتقدم اللي هي غند راشد بن محمد بن راشد بالشاوي الغفلي، بينما دخول في المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات المتقدمة في هذه المسيرة الجميلة والمثيرة. هذه هي شغف أحمد بن عبد الله بن محمد السبوسي. هكذا نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى مخلاب مخلاب الله 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 سلالة مخلاب انتاج محمية الاهباب على الصدارة الاولى. يتقدم علي بن محمد العويسي، بينما الغادمة العشوش وانتاج العشوش من خلال الاسم علي بن سعيد بن سالم الرميثي، لكن مخلاب راحت الى الدراجة. سلام والنقطة الثالثة والسوبر هاتريك لهذا الشعار في هذا اليوم. تهانينا يا ابو شهم علي بن محمد العويسي على فوز مخلاب وسلالة مخلاب تتألق بناموس هذا الشوط، بينما وصلت العشوش التي قدمت العرض المثير لعلي بن سعيد بن سالم الرميثي، بينما كان الوصول من غند مع المركز الثالث لراشد بن محمد بالشاوي الغفلي. هكذا هي نتيجتنا للثلاثة المراكز الأولى. عودة بالتهنية والناموس إلى مالكي مخلاب الذي يتألق بالنقطة الثالثة في هذا اليوم بتوقيت زمني مقداره دقيقتين وتسع ثواني. تهانينا لجميع الفائزين.